بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة التالية عن الووتر بايبينج سيستم، شنو فائدة وجود الماء ضمن منظومات التكييف؟ إذا لاحظ ضمن الفيلم اللي هنا نشوفه، نشوف دورة الماء عندي نوعين، كلوز سيركت هي اللي تقوم بنقل الماء من مثلج الماء تشيلر عبر كلوز سيركت إلى الاير هاندلينج يونت، وحدات مناولات الهواء اللي تحتوي على ملف يمر به الماء البارد ويمر الهواء على الماء البارد ويتبرد، او open circuit system اللي اقوم بتبريد الكوندنسر للتشيلر عن طريق الكولينج تاور، هاي تكون open مدام صار عندي تماس مع الهواء. اذا يعتبر الماء ماء تثليج ثانوي يقوم بنقل الحرارة من الفضاء المكيف الى التشيلر ليعاد تبريده ويرجع مرة ثانية. هاي المنظومة الانابيب تحتاج الى تصميم أقطار معينة ونحسب خسائر الاحتكاك مثل ما حسبنا ضمن منظومة الدكتينج سيستم. تصنيف شبكات المياه، الوانس ترو تايب لمن هذا يكون عندي الماء يدفع مرة واحدة مثل منظومات المنازل اللي نشوف هنا، الماء يدفع مرة واحدة ويستهلك ما يرجع مرة ثانية. نلاحظها بمنظومات شبكة المياه، شبكة المدينة، مياه الصرف الصحي يستخدم الوانس ترو، يعني يدفع الماء مرة واحدة وما يرجع مرة ثانية للخزان يستهلك. النوع الثاني عندي ريسيركوليتنج تايب، لمن الماء يداور ضمن منظومة واحدة، نلاحظ هذه هنا البويلر، الماء يضخ إلى الراديترز ويرجع مرة ثانية ضمن لوب واحدة. وهنا عندي الخزان يسموه اكسبانشن تانك، ياخذ الضغط لما يزيد ضغط الماء هذا يستوعب الماء الزائد. او في بعض الاحيان تصنف الى منظومات مفتوحة، المنظومات المفتوحة هذه لما يكون تماس بين الهواء وبين الماء اسميها منظومة مفتوحة، يعني معرضة الى الضغط الجوي هاي المنظومة. والنوع الريسيركوليتد او الكلوزد لوب سيستم، هاي المنظومة نرجع لها، انه الماء غير معرض الى الضغط الجوي وانما معرض الى ضغط المضخة، هاي يسموها لي كلوزد لوب. المنظومات المفتوحة بصورة عامة كلها يحتاج احسب الهيد الهايدروستاتيك ليفت، هذا اللي يرفع الماء من اوطأ نقطة بالمنظومة الى اعلى نقطة بالمنظومة اللي معرضة الى الضغط الجوي. هذا الهايدروستاتيك يعتمد على ضغط السحب للمضخة ويعتمد على ضغط الدفع، لذلك لما أصمم هذا النوع يحتاج أحسب نوعين من الضغط. الضغط الأول هو الهايدروستاتيك ليفت اللي يرفع هذه المسافة، إضافة إلى الفريكشن لوس بالإلبوز تي فالفز أند راديتر وأي أجزاء أخرى راح نشوفها نحتاج نصمم هاي المنظومة. لازم نعرف التفاصيل الدقيقة والأقطار حتى أصمم الضغط للمضخة. بالكلوز لوب سيستم مدام الماء يحتوي داخل الأنابيب، لذلك خسائر الضغط اللي أحسبها هو فقط خسائر الاحتكاك ضمن شبكة الأنابيب، ما عندي هايدروستاتيك ليفت. يعني المضخة لما تتوقف الماء راح يشغل جميع الحيز اللي موجود ضمن هاي اليونت، لذلك تصميم الأنبوب هذا راح يكون اعتمادا على خسائر الضغط فقط مو مثل بالنوع الأول. شبكات المياه تربط بعدة أنواع حسب حجمها وحسب نوع التطبيق. أول شيء عندي reverse return piping. reverse return إنه الماء لما يجي بهذه المنظومة ما يرجع مباشرة إلى البويلر أو التشيلر، يأخذ مسار آخر، و النوع الآخر كذلك يأخذ مسار عكسي، والنوع الثالث يأخذ مسار عكسي. هذه الفكرة مال التصميم صممت على أساس لتساوي أطوال الأنابيب. إذا لاحظ هذا المسار الأول، هذا المسار الثاني، وهذا المسار الثالث، إذا نحسب طول الأنابيب تكون متساوية في جميع الرادياترات اللي راح نشوفها هنا، كل راديتر الماء يأخذ نفس المسار. هذا النوع يسبب لي سهولة أو يسوي لي سهولة بالتصميم إنه خسائر الضغط تكون متساوية في كل الوحدات، لذلك تقريبا الماء الداخل لكل وحدة متساوي.
فما أحتاج أخلي صمامات إضافية، وإنما صمام أو صمامين والتحكم بها يكون بسيط. الرجوع الأكسي للماء يكون مناسب لكل المنظومات المغلقة، لأنه راح يكون اقتصادي بسبب قلة عدد الفيتينجز اللي راح أضيفها إليه. النوع الثالث هو الدايركت ريتيرن بايبينج. إذا نشوف هذا الماء يرجع مباشرة عكس النوع الأول. فإذا نشوف أطوال الأنابيب هنا راح تختلف. لذلك من المنطقي الماء بالوحدة الأولى الفلوريت مالته يكون أكثر من الثانية وأكثر من الثالثة، ما لم أخلي صمامات أتحكم بكمية الماء. هنا أخلي صمام مفتوح كليا، وهنا وسط، وهنا تقريبا يكون شبه مغلق حتى أوازن بين الوحدات. مثل ما تعرفون هذا النوع يحتاج إلى صمامات أكثر ويحتاج إلى موازنة كبيرة، لذلك هاي يكون نوع صعب بالتصميم. أيضا عندي الشبكات الفرعية والشبكات الرئيسية ترتيب الأنابيب بيها. راح يكون عندي لمن أربط أكثر من وحدة أو أكثر من وحدات فرعية مع وحدة رئيسية، يكون عندي الخيارات التالية متاحة قدامي: reverse return piping، هذا النوع reverse return header with direct return. إذا لاحظ هنا الوحدات الفرعية رجوع مباشر للماء، لكن الوحدات الفرعية تربط مع بعضها برجوع عكسي للماء. هذا أحد الأنواع. النوع الثاني دايركت ريتيرن بايبينج اللي حكينا عنه، هذا هذه وحدة فرعية أو أربطها رجوع مباشر، الوحدات الفرعية مع رجوع مباشر واثنيناتهم تربط مع رجوع مباشر للماء. إذن هذا النوعين اللي عندي reverse return direct return with reverse return راح يكون عندي، ورجوع مباشر ورجوع مباشر للمنظومتين. الماء اللي استخدمه ضمن المنظومات لازم يكون معالج بشكل صحيح وخالي من الأملاح والترسبات أو أي رمال أخرى ممكن تأثر على الأنابيب. لذلك لازم الماء يكون ضمن فحص معين وفحص دوري من قبل أشخاص متخصصين لمعالجة المياه في كل فترة من الفترات لزيادة عمر الأنابيب. تصميم الأنابيب، حتى أصمم الأنابيب عندي عدة متغيرات. أول شيء السرعة القصوى المسموح بها. السرعة القصوى من مساوئها تسبب لي صوت عالي إذا كانت سرعة الماء عالية جدا، ولما تزداد السرعة يصير عندي إروجن بالأنابيب. الإروجن هو التعرية للسطح الداخلي للأنابيب بسبب سرعة الماء والهواء اللي موجود أو أي أجسام أخرى موجودة. المتغير الثاني الفريكشن لوس، معامل الاحتكاك. معامل الاحتكاك حتى أصممها لازم أعرف خسائر الاحتكاك في كل جزء من أجزاء الدورة، اللي هو الكوندنسر والهيدروستاتيك ليفت والفالف and fitting، كلها لازم أعرفها. من هذه المضخة اللي أستخدمها لتدوير المياه على هالأساس لازم أختار الضغط أو أصمم الضغط اللي أحتاجه بحيث يتغلب على الهيدروستاتيك ليفت ويتغلب لي على البرشر لوس في أي نوع من أنواع الفيتينجز. محددات التصميم اللي راح نشتغل عليها: سرعة الهواء الماء داخل الأنابيب من 1 إلى 3.6 متر بير سكند، راح نشوفها بجدول 2، والفريكشن لوس الماكسيمم 300 كيلو باسكال بير 100 متر. يعني الماء لما يمشي مسافة 100 متر لازم خسائر الضغط ما تزيد عن 300 كيلو باسكال. قبل ما أصمم بصورة عامة لازم أخلي مخطط كامل لشبكة المياه، أثبت عليها الفالفز، الفيتينجز، العقوسة والتفرعات الأخرى، طول الأنابيب والفوليوم فلوريت للووتر لازم أحسبه، وعلى هالأساس راح أصمم، راح نشوفه بجدول 5.
مع ذلك لازم أحدد الضغط في كل نقطة من نقاط الدورة مثل ما راح نشوف لاحقا. راح نأخذ مثال لـ Water Piping for Cooling Tower System حتى أصمم الـ Cooling Tower System. لما نقول Cooling Tower System يعني منظومة مفتوحة. أولا كمية الماء اللي تداور ضمن المنظومة، الطول الكلي للأنابيب، خسائر الضغط خلال الكوندنسر، وطبعا هذا الكوندنسر يختلف حسب الشركة المصنعة، لذلك هاي المعلومة لازم أخذها من الشركة المصنعة أو من الكتالوج اللي راح يجيني مع الكوندنسر. الهايدروستاتيك ليفت اللي قلنا عليه، المسافة من أوطأ نقطة إلى أعلى نقطة، عدد الصمامات الفيتنج الأخرى، وأي مقاومات أخرى للماء، ونوع الأنابيب اللي هو كابر تيوبينج ايرون بايب، راح نشوفها ضمن كل أنبوب إلى شارت يخصه. Example 1 size the piping system for a cooling tower shown in figure 4 with the following information: total length of piping 25.5 meter, water flow rate 2 liter per second, pressure drop across condenser at 5 liter per second 79 kilopascal, hydrostatic lift across tower 1.5 meter, 6 standard 90 degree elbows, 2 gate valves, 1 standard T through side outlet, 1 standard T straight through. النوع السابع والثامن راح نجي عليه طبيعتها وشلون نحددها وشلون نعرف هذا through side او straight through. هذا المثال اللي راح ناخذه، المعلومات هنا عندي كلها موجودة بالشكل هذا. الهايدروستاتيك ليفت 1.5 يعني هاي المسافة من أوطأ نقطة، من أوطأ نقطة إلى أعلى نقطة، هاي أسميها الهايدروستاتيك ليفت. راح نشوف 6 البوز 3 4 5 6 6 ستاندرد البو، 2 جيتز فالف 2 جيتز فالف، 1 ستاندرد تي ثرو سايد ثرو سايد. هذا لما الماء يمشي بهالشكل ويبدل اتجاهه 90 درجة ضمن التي، هذا أسميه ثرو سايد. وبالمقابل لما يمشي بشكل أفقي ما يبدل اتجاهه أسميه ستريت ثرو. جدول الثاني اللي قلنا عليه، المحددات مال السرعة: pump discharge, pump section, drain line, header, riser, general service, city water. ضمن هذه السرعة أنا ضمن عندي راح يكون عندي هيدر ورايزر، السرعة من 1.3 إلى 3.6 ورايزر 1 إلى 3 متر بير سكند. راح أصمم على هذا الأساس. هذا الشارت تلاحظون fairly rough، هذا iron piping يعني متوسط الخشونة بالشكل هذا. هنا أنا عندي flow rate liter per second، وهنا أنا عندي pressure loss ما مبين اللي هو كيلو باسكال او باسكال بير هند، كيلو باسكال بير 100 متر. هنا الفيلوسيتي متر بير سكند، وهنا عندي الدايمتر يبدي من 10 15 الى 300 ملي متر مثل ما شفنا بالدكت ديزاين. راح ناخذ 2 لتر بير سكند، هاي 2 لتر بير سكند، سرعة 2 متر اختارت من 1 إلى 3.6 اختارت 2 متر، أنت ممكن تختار 1.5 2 3، لكن تذكر كل ما تزيد السرعة تقلل عدد قطر الأنابيب والعكس صحيح. راح نشوف هاي 2 متر بير سكند، هاي النقطة هنا اللي صارت عندي نقطة محيرة. بالدكتينج كنت أخذ هاي المسافة رأساً وأصمم الدكت عليها، لكن البايبينج أنا أخذها من الأسواق المحلية، لذلك هاي النقطة صايرة بين قطرين، لازم أختار أحد الأقطار اللي موجودة. لاحظ بين 32 و 40 مليمتر هاي النقطة صايرة، لذلك لازم أختار أما 32 أو 40 مليمتر. بالتأكيد 32 مليمتر أرخص وشغل ما تأسهل والفيتنج ما تأرخص، لكن إذا أشوف أخذ هاي النقطة 32 راح أشوف البرشر لوس راح يطلع لي 452.4 اللي هو أكبر من الماكسيمم بريشر دروب المسموح لي، لذلك هاي النقطة أستبعدها.
أفكر بالنقطة الثانية اللي هي 40 مليمتر، راح أشوف البرشر لوس مالت 181 أصغر من 300، إذن راح أشتغل على 40 مليمتر مثل ما قلنا، 32 يطلعني خارج الحد التصميمي و40 ضمن الحد التصميمي اللي راح أشتغل عليه، لذلك راح أعتمد هاي النقطة، راح يكون عندي إنه الفلور 2 متر بير سكند وسرعة 2 متر بير سكند، راح أختار 40 مليمتر القطر والبرشر دروب 181 كيلو باسكال لكل 100 متر. راح أجي أحسب هسه خسائر الاحتكاك وأسوي جدول مثل هذا، أخلي بيه ستريت بايب ستاندرد إلبو من تيبل 4 جيت فالف تيبل 3 ستاندرد ثرو سايد وستاندرد ستريت وهايدرو ستاتيك ليفت اللي يعطيني اياها والتوتال. هذا الجدول 4 راح يعطيني انواع الفيتنجز اللي راح اشتغل عليها. انا مثل ما قلت عندي 6 البوز، هذا القطر ما تصممته 40 فراح اشتغل على هذا 6 ستاندرد البو هذا، والقطر 40 راح يطلع لي خسائر الاحتكاك في الالبو الواحد 1220 مليمتر اللي هو يساوي 1.22 متر. النوع الثاني اللي راح اخذه هو سايد ثرو، هذا مبين اتجاه تبدل بهذا الشكل وان ستاندرد تي ثرو سايد اوتليت، هذا بعد اتجاه الاسهم واتجاه السهم، اما يدخل عمودي ويتفلع يتفرع الى فرعين او ياخذ هذا المسار مثل النوع اللي عندنا، و40 ملم راح يطلع لي 2440 الطول المكافئ مليمتر، احوله الى 2.44 متر. والنوع الثاني اللي عندي الثالث اللي هو يمشي بشكل افقي ما يبدل اتجاهه اللي هم اسميه ستريت ثرو بهالشكل هذا، نلاحظ هذا الشكل هو اللي قاعد نحكي عنه اتجاه الماء، والقطر 40 مليمتر يطلع لي 793 مليمتر 0.793 متر. اذا ارجع للجدول، اطوال الانابيب نعطيني اياها بالسؤال 25.5 متر، شبكه واحده عندي ستاندرد 1.22 متر في 6 البوز يطلع لي 7.32 متر، والتي عندي واحد 2.4 متر، والستاندرد 0.793 قربتها الى 0.8. هاي الفيتنجز، اجي على الفالفز، هاي انواع الفالفز اللي عندي، جلوب فالفز انجل فالف انجل فالف نوع اخر جيت فالف، هاي هنا الفرق بين هذا 45 60 هذا 90 جيت فالف سوينج فالف واي تايب سترينر يستخدم لتنظيف بالدكتات. مثل ما قلنا انا عندي جيت فالف 40 مليمتر، عندي اثنين جيت فالف 40 مليمتر يطلع لي 549 يعني 0.549 متر. ارجع على الجدول اللي هنا عندي جيت فالف طلع لي عندي 1.1 متر. هاي الاشياء اللي ذكرناها، الهايدرو ستاتيك ليفت 1.5 متر خليته يطلع لي الطول الكلي 38.99 متر، هذا الطول المكافئ. أنا مثل ما قلت التصميم ماتي كان 181 على 100 بالبايبينج كله عندي 39 في 181 72 كيلو باسكال، والبرشر دروب للكوندنسر 79 كيلو باسكال، راح أجمع 79 و 71 يطلع لي 150 كيلو باسكال. إذا المضخة اللي أختارها لازم أقل شيء الستاتيك برشر مالتها 150 كيلو باسكال حتى تحقق لي انه الماء يوصل لاخر نقطة بالشبكة. هذا ما يخص الشبكات المفتوحة، الشبكات المغلقة راح تكون اعقد من هذا النوع. Water piping system for closed for recirculation system، لازم اخذ نوع الشبكة اللي اصممها، وعندي المعلومات التالية تكون جاهزة عندي: total volume of flow rate circulated في كل جزء من اجزاء الدورة. بالاوبن سيستم كان عندي كمية ماء واحدة تداور، بالريسيرت كوليكتد راح تختلف كمية الماء حسب نوع الشبكة اللي اشتغل عليها، عندي شبكات فرعية وشبكات رئيسية.
خسائر الضغط إذا عندي كوندنسر هيت اكسشينجر أي شيء من الأشياء الأخرى اللي موجودة ضمن الشبكة، نوع الأنابيب اللي أستخدمها. راح نأخذ هذا المثال، عندي 3.78 لتر بير سكند توتال ووتر فلوريد تو بي سيركوليتد، الأطوال الأنابيب والفالفز والفيتينجز راح نشوف فيجر 2، بريشر دروب 3.5 متر اوف ووتر ان ايتش يونت كوندنسر ات 0.63 لتر بير سكند، لكل وحده من الوحدات لا كوندنسر او هيت اكسشينجر عندي البريشر دروب 3.5 متر لما يكون عندي الفلوريت 0.63 لتر بير سكند. هنا أنا عندي 4 متر ووتر فور بليت تايب هيت اكسشينجر 3.78 لتر بير متر، عندي الهيت اكسشينجر لما يمر بفلوريت 3.78 خسائر الطول المكافئ للضغط هو 4.5 متر، شكل 40 بايب اسيوم تو هاف فيرلي رف انتيرير سيرفيس، ده يقول لك انه الشارت اللي تستخدمه شكل 40 واعتبره فيرلي رف 3. اوكي هذا الشكل اللي عندي هاي الشبكه. هاي اليونتس هنا أنا عندي الاكسبانشن تانك، قلنا الاكسبانشن تانك الفائده مالته من يزداد الضغط داخل الشبكه الماء الزائد يصعد الاكسبانشن تانك، ومن يستقر الضغط يبدي يرجع الماء مره ثانيه للشبكه. هاي اليونت هذه هيت اكسشينجر، هنا أنا عندي البامبس وهذه الحروف للمسار. مثل ما نعرف احنا ناخذ اطول مسار، بالتاكيد هذا اطول مسار، هذا الجزء هذا راح ابدي استثني وبعدين اصممه بعدين. اذا هذا الشغل راح يكون عندي المسار اللي موجود هذا A B C D E F G H I J K L الى خط السحب، هنا 3.78 لتر بير سكند، هنا 1.89 1.26 0.63 مثل ما سوينا بالدكتينج 0.63 ابدي اجمع ويا 0.63 1.26 ويا 0.63 1.89 راح يجي هنا وهنا راح يجي لي نفس العمليه يجمع وياهن 1.89 يطلع لي 3.78 لتر بير سكند. هذا الفلوريت الكلي اللي راح يدخل بالهيت اكسشينجر وبعدين يختلف حسب الفروع. راح اخذ حسب التسلسل الانبوب A B، اذا تلاحظون بي جيت فالف فلوريت 3.78 لتر بير سكند، كل جزء راح اصممه واحد هذا الشكل اي بي، الطول مالته 0.92 متر، راح اجي 3.78 الفيلوسيتي 2 متر بير سكند طلعت لي هذه. ايضا تلاحظون ما اجتي على القطر المعين اجتي بين ال 50 وبين ال 40 مليمتر هاي النقطة. اذا تلاحظون هذا راح يعطيني ضغط عالي عند ال 40، راح اخذ ال 50 اللي مالته 19.5 باسكال كيلو باسكال بير متر. إذن قطر الأنبوب 50، خسائر الضغط منها طلعت لي 101 كيلو باسكال لكل 100 متر. هذا الجدول للأنابيب للفيتينجز والفالفز، جيت فالف هذه القطر 50 طلع لي 702 مليمتر، طول الأنبوب 0.92 هنا 0.702 إذن 0.92 زائد 0.702 اللي هي هذه في خسائر الضغط اللي حسبتها منها 101 على 100 يطلع لي 1.7 كيلو باسكال. إذن هذا الأنبوب والصمام لما يمر به الماء يعطيني خسائر ضغط 1.7 كيلو باسكال. أوكي الجزء الثاني هو B إلى C الهيت اكسشينجر 3.78 نعطيني هو خسائر الضغط مالته 4.5 متر والبرشر لوس 101 على 100 صار 1.01 يطلع لي 4.5 في 4.6 كيلو باسكال خسائر الضغط ضمن هذه اليونت. الفرع الثاني اللي اخذه سي دي تلاحظون ايضا يحتوي على جيت فالف والفلوريت 3.78 ايضا انا مخير بين ال 40 وال 50 اختار ال 50 3.78 و 101 كيلو باسكال لكل 100 متر صمام
مثل ما أخذنا 0.702 متر، الطول مالته 4.5 الأنبوب، 0.702 4.5 زائد 0.702 في البرشر لوس يطلع لي 5.3 كيلو باسكال البرشر لوس ضمن هذا الأنبوب. الأنبوب الآخر اللي راح أخذه هو من D إلى E. تلاحظون من D إلى E شو يحتوي على ستريت البو وطول 6 متر و 2.5 متر. بين 32 والأربعين راح أخذ الأربعين، 32 تعطيني بريشر لوس أعلى من التصميمي، إذن القطر مالته 40 مليمتر، بريشر دروب 100 كيلو باسكال لكل 100 متر. عندي البو القطر مثل ما صممنا 40، أخذ 40 يطلع لي 1.22 ولترو اللي هو هذا 7.793. إذن طول الأنبوب 6 زائد 2.5 8.5، الطول المكافئ 1.22 اللي حسبته هنا هذا بالنسبة للإلبو، وللتي حسبته 0.793. إذن total length 8.5 زائد 1.22 زائد 0.793 في 100 على 100 يطلع لي 10.513 كيلو باسكال خسائر الضغط ضمن هذا الأنبوب. النوع الثاني اللي راح أخذه EF، تلاحظون B T والطول مالته 2.5، الفوليوم فلو ريت 1.26 ويا السرعة 2، طلعت لي هاي النقطة. أيضا أني مخير بين 25 وبين 32 مليمتر، راح أخذ 32 مليمتر. خسائر الضغط 150 كيلو باسكال لكل 100 متر، وراح اجي على الفيتنج مالته ويا القطر مالته مثل ما قلنا 32 يطلع لي 0.702، طول الانبوب 2.5 اجمع ويا 0.702 في 150 على 100 يطلع لي 4.8 كيلو باسكال للفرع الاخر عندي اللي هو هذا الفرع جي اف. GF عندي جيت فالف البو T، طول مالته 2.5 ويا 2 متر، الفوليوم فلو ريت 0.63 لتر بير سكند. اوكي راح نلاحظ اني مخير بين ال 20 وبين ال 25، راح اختار ال 25. اذا القطر 25 مليمتر، بريشر دروب 137.5 لكل 100 متر. هذا الانبوب مال الفيتنجز اللي عندي، نلاحظ عندي البو وعندي تي 32، هذا للتي وهذا للالبو اللي هو 0.519 و0.793. والجيت فالف عندي هذا الجيت فالف، القطر مالته مثل ما قلنا 32 يطلع لي 0.305، اجمعها كلها. طول الانابيب 2 زائد 2.5 4، والطول المكافئ للتي 0.519 وللالبو 0.793 وللجيت فالف 0.305، راح اجمعها يطلع لي 8.5 متر. المفروض هنا نجمعها مرة في 137.5 على 100 يطلع لي 8.5 كيلو باسكال خسائر الضغط ضمن هذا الأنبوب. أرجع للشكل مرة ثانية، راح أخذ الفرع هذا اللي هو اليونت، عندي 3.5 متر لما يكون عندي 0.63 لتر بير سكند طول مالتها، هاي ما يحتاج أسويها، 3.5 في 137.5 على 100 يطلع لي 4.8 كيلو باسكال خسائر الضغط ضمن هذه اليونت. هذا الشكل العام اليونت اللي عندي صار هسه. اخذ الفرع الاخ اللي هو الجي اف الراجع 2.5.63، ايضا 2 تقريبا نفس اللي قبله 25 مليمتر 137.5 و
عندي إلبو وعندي تي 0.793 للإلبو 0.5119 للتي وعندي جيت فالف. إذا نفس الحالة السابقة طلع عندي نفس العملية. إذا لاحظ هذا الفرح يشبه هذا الفرح نفس الفلوريت. رجع. إذا بعد ما أسوي نفس العمليات على كل الأشكال مثل ما راح يصير عندي هذا الجدول. هذا للنصف الأول وهذا النصف اللي خفيناه. هنا 73 كيلو باسكال وهنا 46 كيلو باسكال. بالتأكيد أخذ 73 كيلو باسكال حتى تحدد لي الضغط الأعلى للكل. هاي لاحظ هاي النقاط A B C D E F G. هنا 73 هاي عند خط الدفع للمضخة ويبدي يقل إلى أن يوصل K هي حالة السحب. هنا K منطقة السحب وأي أعلى ضغط للمضخة وكل ما أمشي يقل الضغط إلى أن أوصل إلى هاي النقطة K يكون ضغط يساوي لي ضغط السحب. هذا المثال اللي عندنا وإن شاء الله أعطيكم مثال آخر تحاولون تحلوه. مع الشكر الجزيل.